يقول يا دكتور والله العظيم امي رجعت لما يرجع الست. اما تعمل ايه عندك يا بسيطي؟ ايه اللي انت عامله ده؟ قمت من النوم لقيت نفسي جعان، رحت ما لقيتش غيرها في الثلاجه. ده انت اخوك يا ابني سالب فلوسها جايبها لخطيبته، ده انت لما يجي هيموتك. ما انا اروح اقعد مع بابا في الاوضه. لو رحت فين هيموتك؟ الموضوع ده مش هيعدي بالسهل. انا مالي؟ مش انت اللي مش حاطه اكل في الثلاجه؟ في يا حبيبي في الثلاجه بس عايز يتسخن. انا مش معرف اسخن ولا معرف افتح البوتاجاز اصلا. كنت تعالى صحيني. ما هنش عليها اصحيكي من النوم. طب الحق نفسك وروح اقعد مع ابوك في الاوضه قبل ما يجي. هو جاي ميت يا ماما؟ هو راح مشوار وزمانه جاي. خلاص راح اقعد مع بابا. يا ابني ده منظر ده. يلا يا ماما حطي لي الجاتوه في كيس. الجاتوه بتاعي انا ده. ازيك يا بابا؟ اهلا. ايه القرف ده؟ كنت ماكل جاتوه يا بابا. ده مين اللي كانوا؟ ان شاء الله اخوك الصغير. اخويا الصغير وفتح العلبه ازاي؟ ده انا ما كنتش عارف افتحها. فتح العلبه ازاي؟ ده انت غلبان قوي. ما المفروض بعد ما تخلص اكل تخش الحمام تغسل بوقك ده ودي. ما انا خايف اطلع. ليه؟ في عفريت بره؟ اصل الجاتوه ده بتاع احمد ونعرف ان انا اكلت منه هيضربني. طب بخليه يمد ايده عليك. روح هات لي انا حته ايه؟ ده انا طلعت قلت له على حته ممكن يموتني. يموتك كيف وانا جايع؟ ده ما اقول لك روح هات لي انا حته، اقول له البابا. حاضر بس على ضمانتك انت، ان ضربني عليك انت. يا ابنيل ده فتحها صح. يا احمد بابا يقول لك عايز حته جاتوه. خد حته جاتوه.